إن الثقافة بمفهومها الشامل أسلوب حياة لمجموعة ما أو مجتمع ما، يتضمن العادات والتقاليد واللغة ومفردات المعيشة، فضلاً عن القيم الثقافية والاجتماعية المتوارثة. وكان التراث الثقافي غير المادي في المقام الأول طاقة متجددة ترتبط بالإنسان في هويته الثقافية واعتزازه بذاتيته الحضارية في ماضيها وحاضرها. وكان للبعد التاريخي العماني أثره الكبير في ثراء التراث الثقافي العماني غير المادي، والذي تضمن التاريخ الشفهي واللغات واللهجات المتنوعة والعادات الاجتماعية والأعياد والمناسبات التي لها طقوسها الخاصة في العادات والأزياء والمعارف التقليدية المرتبطة بالحرف والمنتجات التقليدية ذات الكم المتميز والتنوع الثري، علاوة على الفنون الشعبية التي تنوعت وتميزت بألوان خاصة وتأثيرات مختارة. وتعتبر هبطيد التي تقام قبل عيدي الفطر والأضحى المباركين إرثاً حافظت عليه الأجيال المتعاقبة، ومن التقاليد العمانية العريقة التي يحرص العمانيون دائماً من قديم الأزل على إقامتها، وهي عبارة عن أسواق تقليدية تقام على مساحات مفتوحة من الأراضي أو تحت ظلال أشجار النخيل والمانجو والغاف أو بالقرب من القلاع والحصون. وتمثل هبطة العيد أول أفراح العمانيين بالعيد، خاصة الأطفال الذين يحرصون على حضورها، حيث تلبي تلك الهبطات احتياجات الأم والطفل معا، وتوفر العديد من السلع والبضائع من ألعاب وملابس جاهزة، إضافة إلى شراء الرجال والنساء احتياجاتهم من المواد الغذائية التي يتم بها إعداد العديد من الأكلات العمانية التقليدية ومستلزمات الشواء.
كما تعد تلك الهبطات أسواقاً للأضاحي وفرصة للمربين لبيع مواشيهم بأسعار جيدة، حيث يحرص العديد من المواطنين على شراء صغار المواشي والمعروفة باسم المواليد لاستخدامها في الوجبة العمانية التقليدية والمعروفة بالعرسية، وهي وجبة تؤكل عادة قبل الذهاب إلى مصليات العيد، وتتكون من الأرز واللحم ويضاف إليها السمن البلدي. وتشهد الهبطات إقبالاً كبيراً وتحقق عوائد اجتماعية واقتصادية، ويحرص العمانيون على التوافد إليها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وفي الأيام الأولى من ذي الحجة استعداداً للعيد.
وتشهد هبطات العيد إقبالاً كبيراً منذ ساعات الصباح الأولى، ويتوافد إليها الناس من مختلف القرى التابعة لكل ولاية، وبعضهم يرتدي الزي التقليدي العماني والخنجر والعصا، وأيضاً يأتي إليها الناس من الولايات القريبة والمجاورة. ومن بين المشتريات التي يحرص العمانيون على شرائها من الهبطات السمن البلدي العماني وعيدان المشاكيك المصنوعة من جريد النخيل وخصبة الشواء المصنوعة من سعف النخيل إلى جانب الحطب وشراء السكاكين والأدوات المستخدمة في ذبح وتقطيع لحوم العيد وأوراق الموز التي تستخدم في لف لحم الشواء قبل وضعها في التنور، إضافة إلى شراء العسل والتوابل والمكسرات والحلوى العمانية التي تعتبر جزءاً مهماً وأساسياً
ومن واجبات الضيافة العمانية خصوصا في الأعياد والمناسبات. ويوفر الباعة الذين يأتون من مختلف الولايات احتياجات الأطفال للعيد من الألعاب والملابس وزينة العيد والحلويات، وآخرين يعرضون المأكولات العمانية والمواد التموينية التي تشكل أساساً للعديد من الأكلات العمانية التي يتم تجهيزها للاحتفاء بالأعياد، وتشكل تلك الهبطات فرصة للعديدين لقضاء أوقات ممتعة خلال فترة النهار، مما يضفي جوا ممتعا يزيد من بهجة العيد وفرحته.
أنا خالد بن فريش بن ناصر بن فريش الحبسي، أقدم تهاني لجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله، وأقدم تهاني للوالدة والوالد والوالدة، وكل عام وأنتم بخير. الاسم كامل سعيد خلفان سعيد الضامري، أقدم تهاني إلى صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم، وإلى الوالد والوالدة، وإلى كل الأصدقاء، وكل عام وأنتم بخير. أنا رشدي بن فريش بن ناصر بن فريش الحبسي، أربعة تهاني لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، ولا الشعب العماني، ولا الوالد والوالدة، وكل عام وأنتم بخير.